والله شوف، بالنسبة لمباراة الديربي حقيقة هي مباراة منتظرة. أنا أعتقد الهلال خلال هذه المباراة حيقدم مستواه الحقيقي، لأنه الهلال شاغل نفسه بمباريات النصر، هي اللي مأثرة عليه. الآن حيكون النصر أمامه وحيقدم مستوى الطبيعي. بس لما أجي نسترجع الهلال، حتى الموسم الماضي كان فارق 12 نقطة عن الأهلي، نعم، وصارت في آخر الموسم نقطة، معناته الأخطاء يا هلاليين بتتكرر، الضغوط بتتكرر، صحيح. لازم في معالجة، يتغير المدربين. موضوع الإعلامي، التصاريح الإعلامية كانت مؤثرة، البعض يطرحها بهالطريقة، يتغير. أنه استطاع مثلا رئيس نادي النصر أن يخرج الهلاليين خارج الملعب. طيب العام برضو رئيس الأهلي أخرجهم خارج الملعب 12 نقطة العام، قلنا دياز، بس معناته في حاجة نفسية، يجب أن الهلاليين يراعوا هذه النقاط. أنا أشوف لاعبة الهلال خلال آخر مباراتين كان عندهم شروط ذهني، نعم، خارجين برا الملعب مركزين بمباريات الأخرى ومطارت ملاحقة النصر، صحيح. أتوقع أن الهلال خلال هذه المباراة طالما النصر أمامه حيقدم مباراة كبيرة. أما بالنسبة للنصر، النصر الصراحة قاعد يقدم مستويات متصاعدة وتركيز عالي. تابعنا آخر مباراة أمام الوحدة، يعني مرابط حمد الله ما شاء الله يا أخي هداف، يعني شيء إبداع حقيقة، ومن كل النواحي ما لك حل، يأتي الديبة لأنت يسجل هدف، مسجل هو يسجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأتوقع الصراحة مباراة قمة بكل ما تعنيه الكلمة من الفريقين. الآن هم أمام بعض وعلى المحك، وزي ما تفضلوا الزملاء، إلا فائز مو شرط حسم الدوري. وإن كان الهلال لما يفرق 5 نقط، يعني تفرق لما حيفرق النصر نقطة واحدة، صحيح. يعني في لها رؤية أخرى مختلفة، صحيح. مع ذلك لا زال التنافس مستمر، طيب. وإحنا أمام متعة حقيقية بشكل. طيب، بس على كلام أبو عبد العزيز ومساعد على مسألة الاستوديو والتحليل، فريق العمل في القناة الرياضية